الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: اقترفت ذنبا في الماضي وأحيانا أتذكر هذا الذنب وأحاسب نفسي وأسأل نفسي لما عملت هذا، فهل في هذا تكفير للذنب؟ وهل سيستر الله علي؟ وكيف يكون التصرف مع هذه الوساوس؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمتقرر عند العلماء أن التوبة الصادقة المستجمعة لشروطها لا يتعاظمها ذنب وإن كان الشرك بالله عز وجل. فإذا كانت توبتك هي التوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها، والتي هي الإقلاع عن الذنب فورا والعزم على عدم العودة إليه ما حييت، والندم الصادق القلبي على ما فات من هذا الذنب، فإن الله عز وجل يقبل توبتك ويبدلك السيئة بالحسنة. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإن أعظم ذنب عصي الله عز وجل به ذنب النصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وثالث ثلاثة وأن المسيح ابن الله، ومع ذلك يقول الله عز وجل بعد ذكره لهذه الذنوب المتناهية في القبح: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يملأ فم ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وفي الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فلا ينبغي أن تكثر التفكير في هذا الذنب، التفكير الذي يوجب لك اليأس من روح الله أو القنوط من رحمة الله، فإن اليأس والقنوط من روح الله ورحمته من جملة كبائر الذنوب والآثام. فعليك أن تحسن الظن بربك وأنه سيفتح لك أبواب مغفرته وسيقبل توبتك، وعليك أن تتقي الله في أن تكون هذه التوبة هي التوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها، والله أعلم.